أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله صدق الله العلي العظيم. في إحدى الأدعية العظيمة في شهر رجب نقرأ: اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك المأمونون على سرك المستبشرون بأمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادن لحكمتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك لا فرق بينك وبينها، أو في نسخة أخرى وبينهم، إلا أنهم عبادك وخلقك. هذا الدعاء الذي ورد عن الناحية المقدسة على مشرفها آلاف التحية والصلاة والسلام، البعض اعتبر هذا المقطع الأخير من الذي ذكرته اعتبره درجة عالية من درجات الغلو، لا فرق بينك وبينها أو بينهم، هذا غلو، لا فرق بين الله عز وجل وبين محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اعتبروا ذلك غلوا، بل درجة عالية من الغلو. أحياناً الكلام يفسر بتفسير خاطئ، الخطأ ليس في الكلام الذي روي عنه،
هذا الكلام معصوم بأعلى درجات العصمة. فماذا يقولون هؤلاء الذي اعتبروا هذا الشيء غلوا؟ قالوا لا، المعصوم معصوم، الذي روى هذه الرواية هو كذاب، يعني هو نسب إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام كلاما كذبا. لماذا؟ المعصوم لا يقول ما هو غلو، حتما المعصوم معصوم، أصغر خطأ لا يصدر منه، خصوصا أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وهم في أعلى درجات العصمة، قلوبنا أوعية لمشيئة الله، هذه أعلى درجات العصمة. فإذن المشكلة ممن؟ من الراوي. الراوي كذاب، اتهموا الراوي بالكذب. لماذا؟ لأنهم فسروا الكلام بتفسير خاطئ. الخطأ ليس في المعصوم، واضح. الخطأ ليس من الراوي المسكين، الخطأ منك أنت، أنت فسرت الكلام تفسير الخاطئ. الكلام أحيانا له تفسير وتفسير آخر وتفسير ثالث، لماذا أنت تفسر بطريقة حتى يصبح هذا الكلام منافيا مناقضا أو مضادا للآيات القرآنية الأخرى والأحاديث الشريفة المتواترة؟ أنت لا تفسر الكلام هذا التفسير، لا تصبح مشكلة، المشكلة في تفسيرك ليس في المسكين هذا. لا فرق بينك وبينها، هل كلمة تفسرها بتفسير أنه يعنيك شرك؟ هذا لا فرق بين الله عز وجل وبين محمد وآل محمد صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد. هذا يعني أنهم أصبحوا آلهة مثلا، هذا غلو جدا عجيب هالكلام، لأنه العبارة التالية مباشرة: لا فرق بينك وبينها أو وبينهم إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، كله توحيد. الكلمة ليس لها تفسير ثاني؟ نعم لها تفسير ثاني، فلماذا ترفض الكلمة؟ ارفض هذا التفسير. ومن اللطائف أن هذا المعنى بالذات الذي ورد في هذا الدعاء الشريف، هذا المعنى وارد في القرآن الكريم. في القرآن الكريم يوجد غلو؟ طبعا لا. هذا المعنى وارد في القرآن الكريم، واللطيف أن هذا المعنى وارد بلفظ الفرق، بمادة الفرق أيضا، نفس المادة. ماذا تقول عن القرآن؟ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في وصف الكفار، لاحظ، يقول، يصف الكفار بهذا الوصف، يعني هذا كفر، هذا الوصف وصف كفر، يصفهم الله عز وجل في القرآن الكريم، يصفهم، يقول: يريدون الكفار، يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. ماذا تقول عن الآية؟ نفس المادة، مادة الفرق. الآية تفسرها تفسيرا صحيحا، فسر العبارة هذه أيضا تفسيرا صحيحا، نفس الشيء، فرق بين الله ورسله في هذا الدعاء، فرق بين الله وبين محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي يفرق بين الله ورسله كافر،
يعني ليس عدم التفريق صحيحا فقط، خلافه كفر، لا يوجد فرق. هنا أيضا نقول لا يوجد فرق، والمادة نفس المادة، مادة الفرق. أنت فسرت الكلام تفسيرا باطلا، نفس هذا التفسير كنت تتمكن أن تفسر القرآن بهذا التفسير الباطل، تفسيره غلط. طبعا هذه العبارة لها معنى عظيم، ولكن المستشكل يستشكل على الكلام بسبب تفسيره الخاطئ. هناك مشكلتان. المشكلة الأولى، بعض الناس عنده حساسية مفرطة تجاه فضائل أهل البيت، حساسية مفرطة تجاه مساوئ مطاعن أعداء أهل البيت، العياذ بالله. هذا حقا هو مرض حقيقي، مرض، العياذ بالله، الله يعيذنا من هذا المرض. عندما تأتي فضائل لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتحسس، عندما تذكر مطاعن ومساوئ أعداء أهل البيت يتحسس، عنده حساسية. إخواني، لا أتحدث عن البعيدين، العياذ بالله. المشكلة، هذا المرض ليس في الآخرين، في القريبين منا أيضا. حساسية، إذا لم تكن حساسية لا تحدث مشكلة. العبارة فسرها تفسيرا صحيحا، ويوجد أكثر من تفسير صحيح أصلا لهذه العبارة. هذه مشكلة. الآن ليس كلامنا عن هذه المشكلة، مشكلة كبيرة جدا العياذ بالله. كلامنا عن المشكلة الثانية، بعض الناس يريد أن يتعامل مع كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما يتعامل مع الكلمات العادية جدا. يا أخي، الشخصية العظيمة، ليكن من الدرجة العاشرة من العظمة، ليكن من الدرجة العشرين من العظمة، الشخصية العظيمة كلامها يحتاج إلى شيء من الخبروية، تعرف طريقة كلامه، طريقة بيانه. هذا بالنسبة لشخص عظيم عادي، فكيف بكلام سادة العظماء وسادة العظمة؟ يا أخي، هؤلاء عدل القرآن الكريم، القرآن ألا يحتاج إلى تفسير؟ كلام أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يحتاج إلى تفسير. القرآن الكريم فهمه ألا يحتاج إلى خبروية؟ بالطبع، كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام تحتاج إلى خبروية. هذه كلمات شخصيات قمة في العظمة، بدون خبروية هكذا. كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فيها معاني. الشخص الذي يدخل بدون خبروية أحيانا يبهذل نفسه ويبهذل الآخرين، يحرف نفسه ويحرف الآخرين، يتعب نفسه ويتعب الآخرين. أنقل لكم بعض النماذج. هذه الرواية أعطاها لأناس غير خبراء في معرفة كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. طبعا هذه المشكلة مشكلة في عامة العلوم، بعض الناس ليس عالما في علم يتدخل في علم، ولكن المشكلة في العلوم الدنيوية أهون، يعني يتعب نفسه في أمر دنيوي. إذا تدخل في علوم دينية يتعب نفسه في الدين، الدين جدا مهم،
فالمشكلة تكون أكبر في العلوم التي ترتبط بالدين. لاحظوا النموذج الأول في حديث شريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال، هذا الحديث أعطه لشخص غير خبير، كيف يفسر هذه الكلمة؟ قال عليه الصلاة والسلام: من سود اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله تعالى يوم القيامة خنزيرا. فسر هذه الرواية، يعني ماذا؟ الذي يكون في ديوان ولد سابع، يعني ماذا ولد سابع؟ يعني مثلا الحاكم السابع من فئة أولاده سيئون جدا لا تكن معهم، هذا معنى الرواية الشريفة، يعني ماذا ولد سابع؟ أعطى الرواية الشريفة لشخص غير خبير، يبهذل نفسه أم لا؟ ويبهذل الآخرين، يوجد مشكلة. ما هو تفسير هذه الرواية الشريفة؟ سابع مقلوب عباس، ولد سابع يعني بني العباس، سابع عباس، ما هي الكلمات الحروف طبعا ككتابة؟ عين باء ألف سين، اقرأ الكلمة بالعكس، سين ألف باء عين سابع. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان في هذه الفترة في أيام العباسيين، في أيام بن العباس، كان في ظرف تقية لا يتمكن أن يذكر بن العباس، كيف عبر؟ قال: من سود اسمه، يعني كان معهم في ديوان ولد سابع يعني بن العباس، حشره الله تعالى يوم القيامة خنزيرا، في يوم القيامة يحشر خنزيرا. هذه الرواية الشريفة أعطاها لشخص غير خبير، كيف يفسرها؟ كيف يفسرها؟ يفسرها بصورة صحيحة؟ لا. رواية شريفة أخرى عن الإمام أبي الحسن، يعني الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، قال، سؤال قبل أن أقرأ الرواية الشريفة: يوم الأضحى يجوز أن يصومه الإنسان؟ لا، يحرم صيام يوم الأضحى، صحيح لو لا؟ هذا المعنى وارد في روايات شريفة عديدة، لعلي أقول متواترة أصلا. هذه الرواية، الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه يقول: يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، يعني ماذا؟ ويوم العاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه. هذه الرواية الشريفة أعطاها لشخص غير خبير في رواية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، كيف يفسر هذه الرواية الشريفة؟ يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، يعني ماذا؟ ما هو تفسير هذه الرواية الشريفة؟ ما هو معنى هذه الرواية الشريفة؟ اليوم الذي يصام فيه يعني بداية شهر رمضان. يوم الأضحى يصادف عادة في أيام الأسبوع، أي يوم يكون من الأسبوع يوم الأضحى؟ انظر، بداية شهر رمضان في تلك السنة أي يوم كان من الأسبوع؟ يوم الأضحى، عادة يكون ذلك اليوم. بقية الرواية أيضا واضح معناها: ويوم العاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه، يوم عيد الفطر، يوم الذي يفطر فيه يعني يوم عيد الفطر، أي يوم من الأسبوع؟ العاشوراء التي تكون بعد عيد الفطر يكون يوم كذا من الأسبوع، نفس اليوم الذي كان في الفطر. في السنة الماضية كمثال، في السنة الماضية بداية شهر رمضان كان يوم الأحد، شهر رمضان الماضي
يوم عيد الأضحى كان يوم الأحد. بداية شوال عيد الفطر، يوم عيد الفطر كان يوم الثلاثاء، يوم عاشوراء كان يوم الثلاثاء. طبعا هذه الرواية الشريفة على نحو القضية حسب تعبير المناطق، على نحو القضية المهملة أو على نحو القضية الطبيعية، لعلها أقرب إلى الطبيعية، ليست على نحو القضية المحصورة الكلية، يعني ليست القضية دائمية بصورة عامة. على الأغلب هكذا يكون، يوم عيد الأضحى في الأسبوع، في أيام الأسبوع يكون مصادفا ليوم بداية شهر رمضان، يوم العاشر من المحرم يوم عاشوراء يصادف عادة يوم أول شوال. يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه، أي يوم يصام فيه؟ بداية شهر رمضان. عادة يوم الأضحى يكون في ذلك اليوم. هذه الرواية الشريفة أعطاها لشخص غير خبير، كيف يفسرها؟ يقول لا، هذه الرواية الشريفة مناقضة مضادة للروايات الشريفة الأخرى التي تقول يوم الأضحى لا يجوز الصيام فيها. هذه الرواية تقول يوم الأضحى يجوز الصيام فيه. لا، الرواية ما تقول هكذا شيء. أنت لا تعرف تفسير الروايات الشريفة، تفسر الرواية بصورة خاطئة. لا تتدخل يا أخي، مو شغلك. نموذج ثالث، في حديث شريف عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليهما قال، هذه الرواية الشريفة أعطاها لشخص عادي غير خبير في الرواية الشريفة، انظر كيف يفسر الرواية الشريفة، يوجد مشكلة كبيرة أصلا. قال عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر صلوات الله عليه، قال إن عليا صلوات الله وسلامه عليه كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى، اذهب نادي أي شيء، هذا النداء، ألا لا، في بعض النسخ أن لا، المعنى نفس المعنى، ألا، لاحظوا هذه الرواية هكذا مكتوب، أنا أقرأ ما هو مكتوب في المصادر، ألا لا يذبح، ألا لا يذبح نساءكم اليهود والنصارى، أو اقرأ نساءكم اليهود والنصارى، يعني ماذا الرواية الشريفة؟ يعني ماذا؟ يعني اليهود والنصارى اللي يذبحون نساءكم، إذا جعلت نساءكم بالفتح، نساءكم يصير مفعول، اليهود يصير فاعل، إذا جعلت نساءكم بالضم فالفاعل يصير نساء، اليهود يصير مفعول، يعني نساءكم لا يقتلون اليهود والنصارى، شنو نساءنا يقتلون اليهود والنصارى؟ أو يعني اليهود والنصارى لا يقتلون نساءكم، شنو اليهود والنصارى يريدون يقتلون نساءنا؟ بقيت الرواية أغرب. ثم قال عليه الصلاة والسلام مولانا أمير المؤمنين أمر أن ينادى بهذا النداء، بقيت الرواية هكذا، ولا يذبحها إلا المسلمون، يعني شنو النساء، نساءكم المسلمون لازم يذبحونهم؟ أو المسلمون يذبحون اليهود والنصارى؟ يعني شنو؟ الكلمة هكذا مكتوبة، الكلمة ما هي؟ ليست نساؤكم، الكلمة نسائكم، النسيكة هي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، يعني الأضحية، النسيكة جمعها نسك ونسائك، نسائك جمع النسيكة يعني الذبائح. ديروا بالكم في عيد الأضحى ذبائح كثيرة تذبح، اليهود والنصارى لا يذبحون ذبائحكم، خلي يذبحونها المسلمون. كلمة نسائكم وكلمة نساؤكم مثل بعض الكتب، هذه الرواية أعطاها لشخص لا يعرف، يقول يعني ماذا، ألا لا يذبح نساؤكم اليهود والنصارى، فالمشكلة يعني
يعني كانت هناك مشكلة، النساء يريدون يذبحون اليهود والنصارى مثلا. ألا لا يذبح أو لا يذبح نسائكم اليهود والنصارى، اليهود والنصارى لا يذبحون النسائك، ولا يذبحها إلا المسلمون. هذه نماذج أقول لكم عشرات النماذج، لا أبالغ، أقول لكم مئات النماذج في الرواية الشريفة هكذا. بريك مانع حاجز يا أخي، تتكلم في مجال تخصصك، جزاك الله خير الجزاء، حتى لو أخطأت فلربما تكون معذورا إذا لم يكن الخطأ عن تقصير، إذا كان عن قصور. شيء ليس مجالا لك، خصوصا الدين يا أخي، لا تتكلم في الدين. لا، هذه الرواية الشريفة قطعا باطلة، منافية للآيات القرآنية. اصبر، هذا الدين. بعد مرور قرون أكثر من 12 قرنا، علماء تلو علماء صرفوا، الله العالم مجموعهم كم صرف من الوقت في معرفة روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، واكتشفوا كثيرا من الروايات الشريفة. بعد كل هذه الجهود لا زالت روايات شريفة علماؤنا لا يعرفون معانيها. لا أقول لا يعرفون كل عمقها، لا، ذاك أصلا بالنسبة إلى كل الروايات هكذا، كل عمق الروايات الشريفة من يعرف؟ هم أهل البيت يعرفون صلوات الله عليهم. لا أقول بعض الروايات الشريفة فقهاؤنا علماؤنا الكبار لا يعرفون، إلى الآن يعترفونهم لا يعرفون المعنى الظاهري المقصود من الرواية الشريفة. يقولون لا، يقولون لا نعلم الإمام ماذا قصد بهذه الكلمات، لا نفهم. وأنا وأمثالي نتصور أن هذا الكلام كلام واحد مثلي، واحد بقال، لا، هذا كلام معصوم. تدخل في قضايا دينية برأيي هكذا، برأيي من أنا؟ فقيه عالم كبير يقول كلمة في الأخير يقول والله العالم لا أعلم، ربما أنا مخطئ، هذا الذي توصلت إليه بعد 70 سنة 60 سنة من التعب من الجهد. واحد جالس مثلي بارد مبرد رأيي هكذا، والخطأ أين يكون؟ الخطأ يكون والعياذ بالله في دين الإنسان. المشكلة ليست مشكلة دنيوية، 60 سنة 70 سنة تقع في ورطة في مشكلة وتنتهي هذه السنوات، لا، مشكلة دينية. أقل شيء، أقل شيء، أقل شيء أنه ينزل مرتبتك عند الله عز وجل، هذا أقل شيء، إن لم يسقط الإنسان والعياذ بالله في هاوية. الأمور الدينية، كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الآيات القرآنية تحتاج إلى خبروية حتى يفهم الإنسان بعض هذه الروايات الشريفة، حتى يفهم بعض عمق هذه الروايات الشريفة. اللهم أني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، المأمونون على سرك، المستبشرون بأمرك، الواصفون لقدرتك، المعلنون لعظمتك، أسألك بما نطق فيهم من مشيتك فجعلتهم معادنا لحكمتك وأركانا لتوحيدك وآياتك ومقاماتك التي لا تعطيل لها في كل مكان، يعرفك بها من عرفك،
لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك، فتقها ورتقها بيدك، بدؤها منك وعودها إليك، أعضاد وأشهاد ومنات وأذواد وحفظة وروات، فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر أن لا إله إلا أنت. فبذلك أسألك وبمواقع العز من رحمتك وبمقاماتك وعلاماتك أن تصلي على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأن تزيدني إيمانا وتثبيتا، وأن تزيدنا إيمانا وتثبيتا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمحمد وآل محمد أن لا يفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. إلهي أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب، إنك أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.